اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نعتصم بك ونلجأ إليك من شر كل ذي شر اللهم إنا نعتصم بك ونلجأ إليك من شر كل ذي شر اللهم إنا نعتصم بك ونلجأ إليك من شر كل ذي شر يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نستجير بك من الشيطان الرجيم أن يضرنا في ديننا أو دنيانا أو يصدنا عن فعل ما أمرتنا به أو يحثنا على فعل ما نهيتنا عنه يا ذا الجلال والإكرام اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم إنا نسألك من فضلك ورحمتك فإنه لا يملكها إلا أنت اللهم إنا نسألك الجنة ونستجير بك من النار اللهم ارزقنا حبك وحب من ينفعنا حبه عندك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ونسألك الدرجات العلى من الجنة اللهم اغفر لنا وارحمنا واهدنا وعافنا وارزقنا يا رب العالمين اللهم أرضنا وارض عنا ونسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول اللهم إنا نسألك النعيم يوم العيلة والأمن يوم الخوف اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم توفنا مسلمين وأحينا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا ونسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك لما تعلم إنك أنت علام الغيوب اللهم آمين اللهم من أرادنا وبلادنا وأمننا ورجال أمننا بسوء اللهم اجعل تدبيره تدميرا عليه اللهم اجعل تدبيره تدميرا عليه اللهم احفظ حدودنا وانصر جنودنا اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا قوي يا عزيز
يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا من تسمع كلامنا وترى مكاننا وتعلم سرنا وجهرنا، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا كما ربونا صغارا. اللهم من كان منهما ميتا فأنزل على قبره شآبيب الرحمات، وافسح له في قبره مد بصره، واجمعنا به في جناتك جنات النعيم من غير حساب ولا عذاب. ومن كان منهما حيا فأطل في عمره وأحسن في عمله، واختم لنا وله بخاتمة الإحسان. برحمتك يا منان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم على نبيك محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.